شوفوا السمسار والله العظيم يا خاوتي غير السمسار اللي راه شاري طوموبيل 300 400 هو اللي راه يدير في المشاكل. يقول لك انا اخويا ما كانش ودي فيا والطاكس وكذا وهو ما كانش هنا هذا مطر راح تصب علينا الطوموبيلات من فوقه. انا نقول لواحد اللي حاول يشري طوموبيل 300 مليون يصبر حتى شهر راح تصور 100 مليون ماكش راح تصورها. خلي شهر وشهرين يخلي السمسار يشوف بعينه كي تدخلها عليه ويشوفها في الشيرو معرمه ويشوفها في السوق معرمه يولي يرخف روحه يولي يمشي كي الميزان. السمسار انا حاب نقول له برك انا نوجه له رساله للسمسار، انت كي تعود تشري طوموبيل رخيصه وتبيعها رخيصه صور فيها دراهم خير من تشريها غاليه وتبيعها غاليه والمشتري ضالي هاو بعتها لي هاك زورت لي في الكونتور هاي مضروبه هاي شري سياره موافقه اخويا حتى السمسار ربي يبارك له يدي هذيك العشره يدي العشرين وما يرجعلوش وما يقلبلوش والموتور.